مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار من ليبيا الحدث، والبداية بالعناوين. الحكومة المؤقتة تدين الاستيلاء على الوزارات والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس. والجماعات الإرهابية تستهدف قاعدة الأبرق الجوية بصواريخ غراد. وبنغازي تحتفل بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة اكتوبر ضد الإرهاب. أكد الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من مدينة بن جواد إلى مدينة درنة أن تعيين حاكم عسكري للمدن والمناطق بالمنطقة الشرقية جاء لدعم الحكومة في تطبيق القانون والنظام، مضيفا أن هذا التعيين لا يعتبر عسكرة للدولة كما يسوق له البعض، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية كانت تشهد فوضى عارمة لعجز الوزراء وعمداء البلديات عن أداء مهامهم. هذا فيما انتقد الحاكم العسكري المبعوث الأممي مارتن كوبلر واصفا إياه بالرجل الضعيف، منوها إلى أن الحكومة التي حاول فرضها رفضت 3 مرات من قبل مجلس النواب. أصدرت الحكومة المؤقتة بيانا بخصوص الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس، وأوضحت الحكومة في بيانها أن الدعوة التي دعت إليها حكومة الإنقاذ بطرابلس وتقضي بتشكيل حكومة موحدة هي من اختصاص مجلس النواب فقط بصفته الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد. هذا فيما أكد البيان أن الحكومة تتابع باهتمام بالغ الأحداث التي تجري في العاصمة طرابلس، مضيفة إلى أنها ألقت بظلالها على الأوضاع السياسية والحياة المعيشية للمواطن، مما أدى إلى شلل كامل للدولة ومؤسساتها، وذلك من خلال الاستيلاء على الوزارات والمؤسسات العامة عن طريق اغتصاب السلطة التنفيذية بطريقة غير شرعية. هذا فيما تشهد العاصمة طرابلس اليوم الثالث على التوالي اشتباكات مسلحة بين ميليشيات متناحرة على السلطة. وقالت مصادر مطلعة لقناة ليبيا الحدث أنه يسمع منذ ليلة أمس دوي إطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة طرابلس، من بينها محيط قاعدة أبو ستة. هذا فيما كانت ميليشيا تابعة لحكومة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته قد اقتحمت الجمعة مقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، معلنة سيطرتها على السلطة في ليبيا بحسب قولها. إلى بنغازي، حيث نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمشاركة بلدية بنغازي احتفالية بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة أهالي مدينة بنغازي بمساندة القوات المسلحة الليبية للقضاء على الإرهاب، بحضور عميد البلدية المكلف ورئيس ديوان البلدية وعدد من الشخصيات. هذا فيما ثمن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي على دور القيادات العسكرية والقوات الخاصة في قهر الإرهاب، كما أشاد بدور أهالي بنغازي للوقوف في مثل هذا اليوم مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة أبو القاسم حفتر. أنقل لكم تحيات زملائي بالقوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود وقوة مساندة. نحن سعداء جدا في القوات المسلحة العربية الليبية أن نرى بنغازي تحتفل، وأن نرى بنغازي تبتهج، وأن نرى بنغازي تستثمر نجاحات القوات المسلحة العربية الليبية. يجب دائما أن نذكر بنغازي عليه أن يسأل هضبة الرجمة في معارك بنينة الصمود والبطولة، عليه أن يسأل مستشفيات المرج وتوكرة والأبيار عن شهداء وجرحى جمعة الكرامة. هذا فيما أعلن عميد البلدية خلال كلمته عن انطلاق توطين برج التجارة والصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن الأمور في مدينة بنغازي تسير على ما يرام خصوصا من جانب الأعمار، مؤكدا أن المدينة هي العاصمة الاقتصادية لليبيا. بنغازي محاربة بألا تكون مدينة الثقافة ومدينة الاقتصاد في ليبيا، لكن حقيقة من هذا المنبر أعلن أنا عميد البلدية على توطين برج التجارة ببنغازي لصالح غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي. بنغازي دفعت الكثير يا أخي، بنغازي دفعت الثمن الذي لا يقدر حقيقة،
يجب التعاضد، يجب التحالف، يجب يا أخوان الحساسيات توضع جانبا. المؤامرة لازالت، المؤامرة كانت في بنغازي مكشوفة، العدو كنا نتقارع معاه، تقارعنا معاه يوم 16/5 في رف الله سحاتي، اليوم التقارع معاه في جيب من آخر جيوبه في قنفودة، هذا المقارعة المسلحة، ولكن هناك مقارعة اقتصادية مخابراتية بحث. أصدرت مديريات الأبرك والقبة ودرنا ورأس دهلال وجدابية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ورئيس ومنتسبي القوى الأمنية وصندوق الرعاية الاجتماعية ومدير ومنتسبي الإدارة العامة للشرطة الكهربائية ومكتب أمن المعلومات بوزارة الداخلية بيانات أكدت على دعمها للوزارة في ترسيخ سلطة القانون وهيبة الدولة في جميع أنحاء ليبيا، مناشدين القائد الأعلى عقيل صالح والقائد العام المشير خليفة حفتر التدخل لدى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني للعدول عن قراره الأخير بسحب صلاحيات اللواء محمد المدني الفاخري. قامت مجموعة إرهابية صباح اليوم بمحاولة استهداف لقاعدة الأبرق الجوية بصاروخ جراد وقع بمزرعة قريبة من القاعدة دون وقوع أضرار بشرية أو مادية. هذا وقال مراسل قناة ليبيا الحدث في القبة أن سقوط الصاروخ جاء متزامنا مع إقلاع طائرة عسكرية كانت في مهمة عمل، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة انطلقت للبحث عن مصدر إطلاق الصاروخ ولتأمين محيط القاعدة الجوية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا السيد منصور حامد الناطق باسم قاعدة الأبرق الجوية. بداية أهلا وسهلا بك سيد منصور. مرحبتين، شلون حالك؟ نريد أوضعنا في 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 مستجدات سقوط هذه القذيفة بجانب قاعدة الأبرق الجوية، وهل تم تحديد مكان انطلاقها أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في يوم لحد 16/10 هذا الصباح قامت طائرات سلاح الجو الميك 23 بمهمة في مدينة درنا المختطفة دك معقل الخوارج، وبعد أن تمت العملية بنجاح رجعت إلى قاعدة الأبرق، وقامت هذه المجموعة الإرهابية باستهداف هذه الطائرة ولم ينجح هذا العمل الجبان، وطب الصاروخ في مزرعة جنب قاعدة الأبرق في حي سكني ولم يصب أي مبنى ولا أي بشر من وما زال العمل جاري للبحث على المصدر. نعم. الذي انطلق منه هذا العدو. طيب سيد منصور، ربما هذه لا تعتبر المرة الأولى التي تستهدف فيها قاعدة الأبرق الجوية، هل هنالك إجراءات احترازية ربما مثل هذا الأمر خوفا من وقوع حد داخل القاعدة؟ حقيقة الحال أنها قاعدة الأبرق، قاعدة القاعدة هذه قاعدة الأمة الذي جمعت القواعد الجوية في المنطقة الشرقية، وتم استهداف هذه القاعدة بالصواريخ الجراد والأقراد والعملية الانتحارية وتفجير البوابة و يعني أي شيء دروا لهذه القاعدة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كان العمل دائما فاشل. نعم. ونطمن اللي اتصلوا بنا اليوم الشعب الليبي انها قاعده الأبرق بخير والمنتزه بها بخير، وكان الرد اليوم بعد هذا الاطلاق الصاروخ اللي اطلقوه. نعم. كان الرد عليهم رد قاسي جدا. نعم، شكرا جزيلا لك السيد منصور حامد الناطق باسم قاعده الأبرق الجويه، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى في تلك المنطقة ينضم إلينا صلاح بوجدار مراسل قناة ليبيا الحدث. بداية أهلا وسهلا بك صلاح، وآخر المستجدات والمعلومات لديك حول هذا الموضوع. أهلا بك أخي مصباح وبك أخي المشاهدين قناة ليبيا الحدث. نعم. طبعا حدث صباح اليوم بعد انطلاق طائرة سلاح الجوي من قاعدة الأبرق الجوية باستهداف أوكار الإرهاب بمدينة درنة، عند قدوم إحدى الطائرات قامت هذه الجماعات الإرهابية باستهداف قاعدة بصاروخ، ولكن باتت هذه المحاولة الإرهابية بالفشل، ولكن كافة الأجهزة الأمنية تعمل منذ صباح البات على تحديد مصدر ومكان انطلاق هذا الصاروخ، وكافة الإجراءات الأمنية المشددة الآن في القاعدة وكافة المناطق المجاورة بالقاعدة، وأيضا
المزارع والمنتجعات السياحية المتواجدة بجوار هذه القاعدة. نعم طيب ما نعم على استعداد منتسبي قاعدة الأبرق نعم بمعنويات مرتفعة. كان الرد قاسي على هذه الجماعات اليوم الإرهابية حيث قام السلاح الجوي اليوم بقصف إحدى مخازن الإرهابيين بالمدخل الشرقي لمدينة درنة. نعم. أيضا تم قصف تجمعات وأليات الجماعات الإرهابية بمنطقة الظهر الحمر وتم تدميرها تدمير كامل. هذه الجماعات الإرهابية التي في الأيام الماضية تقوم بقصف كافة محاور الجيش التي محيطة بدرنة بالصواريخ والرجمات وأيضا وقذائف الهاون، ويتم التعامل معها من قبل أبطال الجيش الليبي. ليلة البارحة قاموا بقصف إحدى تمركزات الجيش في منطقة الظهر الحمر، وكان الرد قاسي من الكتيبة 276 عندما تعاملوا مع هذه المجموعات التي كانت تحاول إنشاء تواصل ترابية قصفهم من قبل قوات الجيش. أيضا محور النوار الأيام الماضية تعرض أيضا للقصف من قبل هذه الجماعات ويتم الرد عليهم من قبل أبطال الجيش الليبي. امتدادات الجيش على تخوم مدينة درنة كلها تنتظر في الأوامر لدخول هذه المدينة. معنويات الجيش مرتفعة، الكل على استعداد لتحرير هذه المدينة المغتصبة من كل هذه الجماعات الإرهابية التي تحاول دائما استهداف المواطنين وترويع المواطنين والآمنين داخل وخارج مدينة درنة. نعم شكرا لك. قوات جيشنا مستعدة لدحرهم والدخول لهذه المدينة. شكرا نعم شكرا جزيلا لك صلاح بوجدار مراسل قناة تيبي الحدث من القبة. قام عميد بلدية بنغازي المكلف بزيارة تفقدية لمستشفى الجلال للجراحة والحوادث بالمدينة، زار خلالها جرح الجيش الوطني الذين أصيبوا في المعارك بين القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات الإرهابية في المدينة. كما قام عميد بلدية بنغازي بتفقد سير العمل بالمستشفى للتعرف على ما ينقصه من مواد طبية وأجهزة، وذلك لأجل توفيرها في أقرب وقت ممكن لأهمية هذا المستشفى لمدينة بنغازي في هذا التوقيت العصيب. مستشفى الجلاء يعني يفترض ان ما تقلصش الميزانيه بتاعها، فهمت؟ يعني اقل شيء اذا كانك ما تبيش ترفع الميزانيه بنسبه 100% ارفعها بنسبه 50%. انا في خلل في خلل في خلل في وزاره الصحه. انا يعني نقص الموارد الماليه، لان يعني اعتقد ان حتى يعني فخامه رئيس الوزراء لو ان فيه فعلا الميزانيه اللي توضع الضخمه اللي توضع للقطاعات، لو ان فيه موارد ماليه انا ناكد لك بالذات راهو ينظر البنغازي نظره خاصه. وفي بنغازي ايضا اصدر المجلس البلدي بالمدينه تعميما لجميع المواطنين واصحاب المحال التجاريه والمدارس الخاصه وكل من يمارس الانشطه الاقتصاديه بمختلف مسمياتها بخصوص ازاله اللوحات الدعائيه الغير مرخصه في موعد اقصاه 20 أكتوبر الجاري. هذا فيما طلب بلدي بنغازي في تعميمه من الجميع ضرورة الالتزام والتقيد به، وذلك للمحافظة على جماليات المدينة. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. سبائك تقدر بمليار دولار بخزنة المصرف التجاري الوطني البيضاء.
أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. وحيث أعلن المجلس البلدي ببنغازي أنه بصدد رصف الطريق الدائري الرابع الممتد مما يعرف بجزيرة السيارات حتى مدخل جامعة بنغازي، هذا وطلبت من كل المواطنين في المنطقة المذكورة إزالة كل عوائق أتمام المشروع من مباني وآليات مختلفة خاصة بهم، وذلك في موعد أقصاها 25 من شهر أكتوبر الجاري. قام جهاز الحرس البلدي في الزنتان بمشاركة مديرية أمن المدينة بحملة نظافة تطوعية لرفع القمامة من الشوارع والأحياء الرئيسية بالمدينة بعد تراكمها بشكل واضح مؤخرا. وقال القائمون على الحملة لقناة ليبيا الحدث أنها جاءت بعد ملاحظة وجود تقصير واضح من شركة الخدمات العامة بالزنتان في تأدية عملها، هذا وطلبها بتحمل مسؤولياتها تجاه المدينة والمواطن. أول شيء تنادينا احنا مجموعة من الحرس البلدي ومن رجال الشرطة ومديرية لمن ودرنا العمل التطوعي. جينا لقينا القمامة هنا يعني ماهوش مكانها وماهوش مطرح، وهل هذا تقصير من الشركة العامة للنظافة ولا التشاركيات؟ بالنسبة للعمالة، عمالة عارضة جبناها من المحطة وكلمنا جماعة الشاحنات جو حتى هما فزعوا معنا الحق وجو بارك الله فيه. واحنا كمديرية طلعنا كفزعة كتطوع وطلعنا مع الحرس البلدي بإذن الله حنوكم مع حرس البلدي في جديد علك وش على المقاهي على براريك الخضرة بإذن الله من يوم لحد. كشف مدير المصرف التجاري الوطني بالبيضاء حاتم منصور عن وجود مبلغ كبير يقدر بمليار دولار من السبائك موجودا بالخزنة المصرفية التابعة لمصرف ليبيا المركزي. وأوضح منصور لقناة ليبيا الحدث بأنه تم تكليف لجنة من قبل مدير إدارة الشؤون الإدارية بمصرف ليبيا المركزي لتغيير الأقفال، مشيرا إلى أن هذه الخزنة مغفلة منذ عام 1970 بناء على تعليمات القذافي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير المصرف التجاري الوطني البيضاء السيد حاتم منصور. أهلا وسهلا بك بداية سيد حاتم. أهلا وسهلا بك سيد مرحبتين. ربما السؤال الجدير أو يخطر ربما في بال الكثيرين هو هذه الخزنة هل تم العثور عليها الآن أو يعرف المصرف أنها موجودة منذ فترة لكن لم تحن الفرصة لفتحها أو حتى التصريح بما تحوي هذه الخزنة؟ نعم، هو في خطأ بس في الخبر، يعني هي الخزنة هذه معروفة من ضمن خزائن المصرف المركزي. نعم، يعني متعارف عليها من ضمن الخزائن اللي يملكها المصرف المركزي، لكن موجودة الخزنة هذه بالمصرف بمقر المصرف التجاري الرئيسي البيضاء. نعم، ويتم جردها سنويا من قبل الموظفين المختصين بمصرف ليبيا المركزي. نعم، وآخر عملية جرد تمت الخزنة هذه يوم 31/12/2013. نعم، ويعني ما مش تم وجود ذهب صدفة يعني، وهو الخزنة هذه، والخزنة هذه متعرف عليها ومسجلة بأصل مصرف ليبيا المركزي وما تحتويه كلها بالكامل، وهي تحت سلطة المصرف المركزي الليبي. نعم، ما حدث سيدي الأيام الأخيرة هناك محاولة من المصرف المركزي البيضاء بتشكيل لجنة لفتح الخزنة لفتح الخزنة بالطريقة غير التقليدية، والمتعارف عليه الخزنة عندها مفاتيح وعند أشخاص مسؤولين ومكلفين بالمصرف المركزي. نعم، ولكن فوجئنا للفترة المرة الفترة الفائتة بمحاولة بعض الأشخاص بتشكيل لجنة من المصرف المركزي ومحاولتهم دخول هذه الخزنة بطريقة غير الطريقة الاحتيادية، وهي محاولتهم تغيير الأقفال أو فتحها في جدار الخزنة. نعم، للدخول إليها. وبصراحة الخزنة هذه تمثل أرصدة المصرف المركزي وهي أموال الشعب الليبي ومتمثلة بسبائك ذهبية وأرصدة ذهبية ومسكوكات ذهبية، ونحن حفاظا على أموال الشعب الليبي بصراحة الطريقة كانت طريقة غير جيدة وغير مقنعة، فحاولنا نحن ومؤسسات المجتمع المدني والأخوة الأجهزة الأمنية في البيضة والحكماء منعنا بشتى الطرق محاولة فتح هذه الخزنة. نعم سيدي. طيب هل تم التواصل مع مصرف ليبيا المركزي والحديث عن الطريقة الغير اعتيادية لفتح هذه الخزنة؟ أين مفاتيح الخزنة هذا؟ والله الجواب السؤال هذا ممكن يجاوب عليه الأخوة من مصرف المركزي، لكن نحن حسب ما سمعنا أن المفاتيح هذه لم يتم الحصول عليها نتيجة الظروف الأمنية الراهنة في بنغازي وطرابلس، فالأخوة المكلفين بالفتح لم يستطيعوا الحضور إلى مدينة البيضاء للجرد
علما بان هذه الخزنه وما تحتويه هي مجروده ومسجله ارتديتها لدى المصرف المركزي. نعم نعم نعم. شكرا جزيلا لك السيد حاتم منصور مدير المصرف التجاري الوطني بالبيضاء. أقيمت بمدينة الزنتان التظاهرة الأولى للفروسية الشعبية التمايز برعاية وتنظيم نادي سالم بن عبد النبي للفروسية بين 9 عقود من المدينة وبحضور شعبي كبير. هذا وجرى التنافس بين الفرسان في عدة مجالات متعلقة بالفروسية مثل الزي العربي الأصيل وسرج الحصان والنظام في كل عقد يقوم بالجري والاستعراض. يشار إلى أن هذه أو أنه في نهاية المهرجان تم منح جائزة لأصغر فارس مشارك ولأجمل حصان وجائزة لأفضل عقد والتي فاز بها عقد القاهرة. طبعا النادي نادي سالم بن عبد النبي سمي على الشيخ البطل المجاهد كان رمز للزنتان، واحد مجاهدي قادة الزنتان في الجهاد وفي وتاريخه معروف وسمي عليه هذا النادي نسبة للفروسية. نادي سالم بن عبد النبي كان أقدم نادي في الزنتان، هو نادي سالم بن عبد النبي وأسس من أهلنا وشعبينا رحمة الله عليهم. وطبعا الفروسية في الزنتان ما تاريخها قديم، ما هوش اليوم والله آمس، إنها بلد خيل وبلد فروسية، وكان خيول الزنتان تصل في الحرب على إيطاليا إلى 500 حصان و600 حصان في معارك الجهاد في معارك. أصدرت المنظمات النسائية وحرائر الجبل الأخضر في مدينة البيضاء بياناً أكدن فيه دعمهن للمؤسسة الشرعية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنهما، كما أكدن وقوفهن في صف القوات المسلحة العربية الليبية في مكافحة الإرهاب، مثمنات في نفس الوقت الدور الذي تقوم به كافة الجهات الأمنية في حفظ الأمن وحماية المواطن. عقد في بلدية جالو مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المجلس البلدي أحمد سعد مع مديرية أمن جالو ومركز شرطة المدينة وجهاز الحرس البلدي والأملاك العامة ومكتب المواصلات ومكتب الزراعة بخصوص إزالة المباني العشوائية في المدينة سواء الخاصة أو العامة. وأعطيت فرصة لمدة 72 ساعة بداية من اليوم الأحد لإخلاء المقار المخالفة. وأفاد سعد لقناتنا بأنه سوف تخذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين، قائلا أنه بعد انتهاء مهلة 72 ساعة سوف تجتمع الجهات المختصة وتخاطب الحاكم العسكري، موضحا أن مجلس الأعيان بالمدينة قرر رفع الغطاء الاجتماعي على كل من تسول له نفسه الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة. تم اجتماع اللجنة اليوم حيث توصلت اللجنة إلى الآتي: التواصل مع الحاكم العسكري درنا بن جواد وتحديد موعد الاجتماع لتذليل كافة الصعاب وتوفير كافة القوى العسكرية لتنفيذ هذه الإزالات، إحالة مسؤولي القطاعات إلى التحقيق التي تخاذلت في تنفيذ منشور السيد المشير وذلك بشأن الاعتداءات الواقعة على تلك القطاعات. تحال كافة الشكاوى الخاصة والتي هي محل نزاع ما بين المواطنين إلى الجهات المختصة للفصل فيها وبعدها يتم التنفيذ. تم تضمين 35 شكوى عامة وتحتوي الشكوى إلى أكثر من اعتداء تم فيها تضمينها، واللجنة توصلت إلى مخاطبة المحتدين اعتبارا من يوم الغد. الكلية العسكرية بمدينة طبرق تضم عددا من الطلبة المتدربين داخلها حيث يتعلمون كيفية الانضباط والنظام ويتدربون على فنون القتال بحرفية. قناة تيبي الحدث رافقت الطلبة أثناء حياتهم اليومية داخل الكلية فلنتابع. الكلية العسكرية بطبرق، داخل هذه الكلية يدرس الطلبة ويتعلمون الانضباط والنظام ويتدربون على فنون القتال بكل حرفية. تبدأ حياة الطلبة في هذه الكلية مع ساعات الصباح الأولى ببزوغ فجر كل صباح. يبدأ يومهم بالرياضة الصباحية التي تعتبر مهمة جدا لرفع اللياقة البدنية لهم والتي تساعدهم على تحمل التدريبات في المهام الميدانية الشاقة. ينتقل الطلاب بعد ذلك لوجبة الإفطار، من ثم ينتقلون الطلبة إلى مهاجعهم لارتداء ملابسهم الخاصة بالتدريب الميداني، من ثم يتوجه كل طالب لفصيله استعدادا للبدء في جدولهم التدريبي
والمخصص للطلبة حسب المناهج العسكرية الليبية. بعد ذلك تبدأ تدريبات المشاة، حيث يحرص المعلمون في هذه الكلية من خلال هذه الحصص على أن يغرس في كل طالب روح الطاعة والاحترام للأوامر العسكرية، وذلك بتدريبهم على القيام بالحركات العسكرية التي تبدأ بسماع الطلبة للأوامر من كل آمر فصيل. مقرها حاليا في مدينة طبرق لا تستوعب التحاق الطلبة المستجد مع الطلبة المتقدم نظرا لضيق في الإقامة والفصول، ونحن على استعداد وفي القريب بإذن الله يتم نقل الكلية إلى منطقة ردانو حتى يتم التحاق الطلبة المستجد. الكلية مجهزة تجهيزا ممتاز من ناحية الفصول والساحات وعنابر النوم والمطعم المخصص لهم، وأيضا عيادة خاصة بالطلبة للإشراف على حالتهم الصحية أو علاجهم من بعض الإصابات التي قد تحدث أثناء التدريبات. بصفتي مدير لإدارة التدريب وآمر الكلية العسكرية أتقدم بالشكر والتقدير إلى سيدي القائد العام وسيدي رئيس الأركان، وأحب أن أطمنهم بأن التدريب في المستوى الراقي الذي لا نستحق أن نتدرب خارج ليبيا، فإن التدريب الأساس وتم الاتفاق عليه سواء كان طلبة كلية عسكرية أو مراكز تدريب، لابد من إقامة التدريب الأساس داخل ليبيا، لأن لدينا ضباط قدرات، لدينا ضباط صف، وشرف أن هناك ضباط صف متقاعدين الآن متواجدين بالعمل، لأن ليبيا في حاجة إلى كل من يحضر ويقدم نفسه إلى التدريب. نحن قدمنا الشهداء. سيتم نقل الكلية إلى منطقة وردنة حتى تستوعب عدد أكبر من الطلبة المستجدين والجاهزين لتلبية نداء الوطن. أرجب بليبلو، ليبيا الحدث. افتتح بمدينة بنغازي المقر الجديد لمصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية بحضور عدد من الشخصيات. وقال مراسل قناة تيبي الحدث أن الطابعة الجديدة ستصل المقر الحديث الأيام القادمة، ستمكنهم من سحب جوازات سفر جديدة تصل إلى 300 جواز في الساعة الواحدة. هذا اليوم أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله ربي ينصرنا، وإن شاء الله بلادنا تقعد في أمن وأمان، وإن شاء الله كل يوم من تقدم إلى تقدم. وعهدناكم وعهدنا الله سبحانه وتعالى لن نتخلى على البندقية وعلى الحرب ولا وضع السلاح إلا بعد القضاء على أهلين من الفاسدة. وهذا المقر سوف يكون مركز لطباعة جواز سفر الإلكتروني للمنطقة الشرقية بالكامل، ولبنغازي الحبيبة ولباقي مدن ليبيا الشرقية بإذن الله. ونحن سوف نقوم باستيراد طابعات للمنطقة الشرقية، وذلك بعد المحادثة الهاتفية التي جرت بيني وبين العميد محمد تميمي رئيس مصلحة الجوازات والجنسية. له كل التقدير والاحترام، ووجه له تحياتي من هذا المقر الذي كان له دعما لإقامة هذا المشروع بشان فتح هذا المقر. ضبطت مديرية أمن الجبل الأخضر السبت عصابة متخصصة في تهريب السيارات بمدينة البيضاء. هذا فيما أوضح المكتب الإعلامي بالمديرية في تصريح إعلامي أن قسم وردت إليه معلومات تفيد بوجود تشكيل عصابي من العمالة الوافدة يقوم بتهريب السيارات إلى خارج البلاد، وأن القوة ألقت القبض على عصابة تخزن السيارات في الورش وتفككها إلى أجزاء حتى يسهل تهريبها إلى خارج البلاد. اختتمت أمس السبت في منطقة عين زيانة بمدينة بنغازي منافسات لعبة السباحة ضمن فعاليات مهرجان الوحدة الوطنية بمشاركة أكثر من 20 سباحا وسباحة في فئات الأواسط والبراعم والأمال، إضافة إلى فئة البنات. وجرى في نهاية المهرجان توزيع الجوائز على الفائزين وعددهم 12 فائزا. هذا وكان مهرجان الوحدة الوطنية انطلق بعد مسابقات مختلفة يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري ويتواصل إلى 20 من ذات الشهر.
أعلن مدير مستشفى البئر الأشهب الدكتور مهند عبد الجليل عن وصول واستلام عدة أجهزة خاصة بغرف العناية وأجهزة الإسعاف وأسرة وعيادة أسنان متكاملة. وأوضح عبد الجليل لقناتنا أن المستشفى سيشرع خلال أسبوعين في استقبال وإيواء المرضى والجرحى من المناطق المجاورة، مشيرا لأنه بحكم الموقع الاستراتيجي للمستشفى الذي يبعد حدود الدولة المصرية 50 كيلومترا لديه القدرة على استقبال جرحى الجيش الليبي وخاصة الحالات المرسلة للخارج عبر الحدود البرية. قال مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي المرج موسى العقيلة أن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في الحكومة المؤقتة وافقت على إنشاء مركز علاج طبيعي متكامل بدون إيواء في المرج لصالح الصندوق، مضيفا أن المركز سيشمل على نادي ترفيهي للمعوقين وملعب كرة قدم وسلة وطائرة وصالة للألعاب الرياضية المختلفة. ومن جهة أخرى قال العقيلي أن الهيئة وافقت أيضا على إنشاء مكتب للخدمات التضامنية في منطقة تاكنس ومكتب للخدمات التضامنية في منطقة طلميتة من أجل تسهيل الإجراءات على المشمولين بخدمة التضامن في ضواحي مدينة المرج وفي انتظار التعاقد مع الشركات المنفذة. والآن مشاهدينا وقفة مع الاقتصاد.